مع روما، مع الزائر روما، هذه كرة عرضية خطيرة، الله لا يتأخرون في الوصول لمرمى روما يسجلون أول أهداف المباراة، يفتتحون هذا اللقاء لأنهم هنا في المنزل، لأنهم يشعرون بالقوة حينما يكونون هنا يحتفلون بهدف أول يسجل في هذه اللحظات فيورنتينا من كرة عرضية. الله الله مرت وصل وفرحة اكتملت، سجل في هذه الأثناء، وصل أخيرا رانييري سجل هدف المباراة الأول، وبالتالي يفتتح اللقاء رانييري بكرة رأسية هكذا وصلت، جعلت الفرحة اكتملت في أبي العضات. رانييري يسجل في مرمى روما ويجعل جماهير الفيولا في أبي العضات تطير فرحا. نعم هكذا رجالات النادي روما ممكنة العودة، هذه كرة ديبالا ينطلق، ديبالا خطيرة يدخل فيها منطقة الجزاء، هي كرة خطيرة أمام المرمى براس الله، حسام الدين يعود بروما للمباراة، يسجلون هدف التعادل، يسجلون هدف التعادل، عوار يعود بروما، عوار يسجل هدف التعادل، يسعد روسي، يسعد رجالة روما، يسعد كل من يشجع روما في هذه الأثناء. انطلاقة ديبالا، الله على كرة تهيأت براسية، يضع حسام الدين يضع الكرة في المرمى محرزا هدف التعادل، يشعل وتيرة هذه المباراة بهدف تعادلي واحد بنفس نتيجة هذه المباراة حتى هذه اللحظة. كرة بالراس، اوهوهو جول، الله ينتشر عبق الفيولا مرة أخرى في المباراة، يسجلون الهدف الثاني، يا هي أخطاء لا تخطئ أمام الفيولا، ستتعرض للعقاب، يسجل مانتراكورا يسجل الهدف الثاني ويعيد الفيولا للتقدم من جديد، للتقدم من جديد، الله يا مانتراكورا يضع الكرة في المرمى، شوف اللقطة كيف وصلت، والفرحة عادت مرة أخرى، عادت مرة أخرى للفيولا، عرضية من بيراغي، بينوتي بالراس، أوهوهو، الله يا مانتراكورا يضع الكرة في المرمى، الخطأ ممنوع، من أعادهم للمباراة يخطأ، يخطأ في هذه المباراة حسام الدين عوار، يخطأ في إبعاد الكرة الماضية، لا تخطئ أمام الفيولا، في معقل الفيولا، فالعبق سينتشر لا محال، يسجلون الهدف الثاني، يتقدمون في المباراة مرة أخرى، وبالتالي تعود مرة أخرى لحظات التقدم للفيولا. يعود فيورنتينا للتقدم من جديد في محاولة أخيرة عرضية داخل منطقة الجزاء، تتهيأ جول، الله لا تأمنن الذئاب، لا تأمنن الذئاب، لا في الذهاب ولا في الإياب، الذئاب يعودون للمباراة، يسجلون هدف التعادل، ذئب يخرج من وسط الذئاب ليضع الكرة في المرمى، ليضع الكرة في المرمى، لا تأمنن الذئب حتى وإن غاب كثيرا عن الاصطياد سيصطاد لا محال، اليورينتي يصطاد في نهاية المطاف هدف التعادل، يا له من هدف ثمين، روما اللحظات الأخيرة، روما ذئاب اللحظات الأخيرة، يظهر اليورينتي أحد تلك الذئاب ليسجل في مرمى فيورنتينا، الله الله.